الأخضر في المركز 89 عالميا والثاني عشر قاريا، وإيطالي للأهلي والشباب وجلال للتعاون والرائد. الهلال يفعل العمل الخيري والتطوعي، ونور ينطلق بعد أسبوعين من خلال برنامج تأهيلي للعودة للملاعب. المرشدي يتخلى عن شقيقه ويوقع مع المهدي، وأزمة التذاكر تعود من جديد قبل القمة المرتقبة. كرة يرصد علاقة الشباب والأهلي تاريخيا مع الدوري، والاتفاق يمتع في شوط واحد وينهي مغامرة فيبي المالديفي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي برنامج كرة على شاشة خليجية في موعدكم الدائم والثابت 11:30. والبداية كما اعتدتم بأخبار الشوط. تراجع الأخضر السعودي في تصنيف فيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر أبريل عام 2012 للمركز 89، وحصد الأخضر 373 نقطة، علما أنه كان في المركز 88 في التصنيف السابق. وتصدرت المنتخبات الآسيوية أستراليا ثم اليابان ثم كوريا الجنوبية، وجاء المنتخب السعودي في المركز 12 بين المنتخبات الآسيوية. وعلى صعيد المنتخبات العالمية حافظت إسبانيا على المركز الأول، وجاءت ألمانيا ثانيا في محلة الأورغواي في المركز الثالث. وسيصدر تصنيف فيفا القادم في 9 مايو. اختار الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تحكيم إيطالي لقيادة مباراة فريق الأهلي مع نظيره الشباب في الجولة 26 من دوري زين السعودي، والمكون من باولو فاليري حكم ساحة، ونوكالا لينينا مساعد أول، وريكاردو دينيوري مساعد ثاني. وسيصل طاقم التحكيم الإيطالي ظهر بعد غد الجمعة إلى جدة. وفي نفس الجولة تم تكليف الحكم الدولي خليل جلال لمواجهة التعاون والرائد، ويقود مباراة النصر مع القادسية الحكم الدولي فهد المرداسي، فيما كلفت لجنة الحكام لمباراة هجر مع الاتحاد الحكم تركي الخضير. أنشأت إدارة الهلال إدارة المسؤولية الاجتماعية بالنادي كأول نادي سعودي وعربي يؤسس هذه الإدارة ويهتم بالمجتمع بشكل رسمي، حيث تعنى إدارة المسؤولية الاجتماعية بتنظيم وتوثيق الأعمال التطوعية والخيرية والاجتماعية لهذا العام والأعوام القادمة داخليا ودوليا، وتفعيل دور النادي اجتماعيا وثقافيا، والذي يعد جزءا من المجتمع لخدمة الدين والمليك والوطن، وفق رؤية منهجية وبرامج اجتماعية وتنمية مستدامة تعكس الصورة الحقيقية للمجتمع السعودي المسلم داخليا ودوليا. يذكر أن الإدارة الهلالية وبتوجيه من رئيس النادي الأمير عبد الرحمن بن مساعد تولي الجانب الاجتماعي والأعمال الخيرية اهتماما كبيرا، حيث يتبرع نادي الهلال بما يعادل 4.8% من دخله السنوي للمسؤولية الاجتماعية. ومما يجدر ذكره أن نادي برشلونة الإسباني يتبرع سنويا بما نسبته 7% للأعمال الخيرية، فيما يتبرع نادي ريال مدريد بما نسبته 4%، في حين يتبرع مانشستر سيتي ب 3%، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم ب 1%، والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ب 5%. غادر لاعب نادي الاتحاد محمد نور المستشفى في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء الماضي عقب استقرار حالته الصحية، وذلك بعد تجاوبه مع النصائح الطبية والعلاج الطبيعي الذي خضع له خلال الأيام الماضية. ومن المقرر أن يخضع للراحة لمدة 2 أسبوع، ينخرط بعدها في برنامج تأهيلي تمهيدا لعودته للملاعب والمشاركة مع الفريق الاتحادي فيما تبقى من منافسات الموسم الكروي في بطولتي كأس الملك للأبطال ودوري أبطال آسيا. وقع لاعب نادي الهلال مجد المرشدي عقدا مع نواف المهدي رئيس مجلس إدارة شركة صدى الاحتراف الدولية، وذلك لإدارة أعماله لمدة 2 مقبلتين. وبذلك يتخلى مجد المرشدي عن شقيقه ووكيل أعماله السابق أنور المرشدي الذي كان يتولى إدارة أعمال اللاعب سابقا. وكان المرشدي قد أطلق مؤخرا عبر تصريحات فضائية وجه فيها انتقادات لاذعة للمدرب التشيكي إيفان هاشيك،
وعلى ضوء ذلك منعته الإدارة الهلالية من الظهور عبر وسائل الإعلام على خلفية تلك التصريحات. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي برنامج كورة من جديد. يطيب لنا في هذه الحلقة أن يكون معنا الأستاذ نبيل العبودي نائب رئيس القسم الرياضي بصحيفة الجزيرة. حياك الله أبو نوره. مساء عليك أخوي مسور ومساء على الأخوة المشاهدين والمستمعين. بس في البداية اسمح لي أول شيء أني أقدم أحر التعازي للزميل تركي وأقول أحسن الله عزاك وغفر الله إن شاء الله لميتكم وإن شاء الله تكون آخر مصائب. آمين يا رب. كما يطيب لنا أن يكون معنا عبر الأقمار الصناعية من جدة الأستاذ عبد الغني الشريف الكاتب والناقد الرياضي. أبو هتان مساك الله بالخير. الله يحييك يا مسفر وحي بالأخ نبيل وأقول للأستاذ تركي أحسن الله عزاك والله يجعله إن شاء الله آخر الأحزان وما يشوف أي شر إن شاء الله. اللهم آمين. خلينا نبدأ أخبار شوت بالناقش الخبر الأول وتحديدا بالخبر اللي يعني خلاص تعودنا على سماع هذا الخبر، المنتخب السعودي يتراجع في التصنيف. والله يا أخي مسفر يعني ما في أي جديد يعني بالفعل، يعني الواحد شي يقول يعني بالحقيقة يعني صراحة بالفعل يعني مركز لا يليق بالمنتخب السعودي على الإطلاق. ولكن أنا أعتقد أنه ما قدمه المنتخب السعودي الآن يجنيه، يعني المستويات كانت بالفعل هزيلة، كانت مستويات بعيدة عن المستويات المعروفة. بالتالي لابد أن نكون نقتنع بما يعني يحصل، يعني الآن بالفعل يعني مراكز متأخرة جدا للمنتخب السعودي لا تواكب أبدا ما يعني ارسم المنتخب كبطل القارة. وإن كنا يعني مصيبتنا أن احنا لازلنا نتغنى بهذه الألقاب وإحنا الآن بعيدين عن المستوى. ولكن احنا نقول نتمنى إن شاء الله، وأنا خايف أنها تطول بعد الأمنية، أن يستعيد المنتخب إن شاء الله مركز متقدم ويكون في أفضل حالات إن شاء الله من اللي احنا الآن نعيشه. أستاذ عبد الغني، الأخضر السعودي هذه المرة تراجع عالميا وقاريا وخليجيا، يعني المرة هذه صار فيه تراجع على كل المستويات على كل الأصعدة. بالتأكيد يعني هي الأكيد أنه يعني كتصنيف أكيد أنه لا يليق بالمنتخب السعودي، لكن بالتأكيد هذه نهاية الأخطاء اللي كانت في الفترة الماضية. لازم يكون في نتحمل هذه الأخطاء، لازم يكون أنه في إعادة منهجة أمور كثيرة. كان في أخطاء من البداية في المنتخب، سواء في الإعداد، في اختيار تأخير في اختيار الجهاز الفني، أشياء كثيرة يعني هي أثرت على المنتخب السعودي ليس من الآن، هي تقريبا بدأ من 2010 2002 2006 2010، هي استمرت تقريبا معنا إلى 8 أو 10 سنين بدون أي تدخل. لكن أعتقد الآن إن شاء الله بدأت اهتمام في المنتخبات الناشئين، بدأت اهتمام في منتخبات الشباب، إن شاء الله بإذن الله نتأمل أنه هؤلاء الناشئين هؤلاء العناصر القادمة هم النوال إن شاء الله الحقيقية للمنتخب السعودي. لأنه بصراحة يعني الغالبية الآن أنه الجيل الحالي الآن خلاص تقريبا ما أعتقد أنه حتى الشارع الرياضي أصبح أنه عنده أي ثقة فيهم. جميل. لجنة الحكام أستاذ نبيل اختارت، أو الاتحاد السعودي اختار حكام من إيطاليا لإدارة لقاء الأهلي والشباب المرتقب. شوف يعني احنا قبل ما نتكلم عن المباراة الأخيرة هذه، فالمعروف انه فريق الشباب والأهلي خلال السنتين الأخيرة حصل فيه يعني هذا شيء واقع يعني عايشينه، انه صار فيه بعض ردود فعل الكبيرة بين الفريقين خصوصا بعد قضية مباراة الشهيرة العام الماضي في مباراة عبد العزيز السعران والمباراة اللي في أبطال الكأس أبطال دوري الأبطال أو مسابقة الأبطال. هذه بالتالي يعني أعطت نوع من تأجيج الموقف بين الفريقين، يعني إذا كانت هناك يعني ما هو على صعيد اللاعبين ربما تكون غير، ولكن يعني الواضح الآن أنه كثير من الشخصيات المحسوبة على النادي يعني أصبحت الآن تصاريحها نوعا ما فيها تشنج قوي. فلذلك أنا أعتقد أنه الدوري السعودي أو المباراة كان من الواجب بالفعل أن يتم اختيار طاقم أجنبي، وخصوصا كما عرفنا أنه عن الطاقم اللي اختير أنه يعتبر من أفضل الطواقم الإيطالية في الفترة الحالية. بس التحكيم الإيطالي معروف بأنه تحكيم يعني يراعي الخشونة شيئا ما، هذه راح يأثر على مستوى اللاعبين. والله شوف إذا كان، بس أنا أعتقد المباراة هذه ما راح تتحمل يعني بصراحة المباراة، يعني لو لاحظت الآن
لا الفريق الأهلاوي ولا الفريق الشبابي، حتى وإن كان الفريق الشبابي يدخل بفرصتين، أنا أعتقد أن المباراة يعني الآن يسعون إلى أن تحقيق بأي قدر مستطاع النتيجة، وبالتالي سيبحثون عن النتيجة، بالتالي بيكون فيها نوع من الشد، ربما بيكون فيها نوع من الشد العصبي، لكن لا يؤدي إلى الخشونة. أنا أتوقع ما راح يكون فيها الخشونة المتوقعة، ولكن لأن بيكون فيه هناك تركيز أكثر على تحقيق النتيجة. زي ما قلت أن دائما الطواقم الإيطالية في نوع ما تراعي هذه الأشياء، ولكن أنا أعتقد أنه إن شاء الله أن الفريقين جدرين بينهم يعني إن شاء الله يخفوا هذه الصورة، وراح يقدموا إن شاء الله مباراة ممتعة بإذن الله. جميل. سعد الغني، بالنسبة لتعليقك على اختيار حكم من إيطاليا، أضف على إلى أنه تم اختيار الحكم خليل جلال لإدارة لقاء الرائد والتعاون، وأنت تعرف أنه هاللقاء تحديدا شوي حساس. بالنسبة لاختيار التحكيم الإيطالي، أنا أعتقد أنه الحمد لله أنه خرجنا من عباءة الحكام السويسريين والمجريين في الفترة الأخيرة. بصراحة يعني أنا أستغرب في أحيانا يعني أنت بتجيب حكام الأندية طالما أنها بتدفع مبالغ كبيرة 150,000 ومبالغ وسكن وكله، المفروض أنك تجيب من أفضل الحكام. إيطاليا يعني معروف أنه توجد لديها أفضل الحكام، أيضا في ألمانيا، في البرتغال، حتى مع كان الحكم يعني الألماني اللي قادم مباراة الهلال والنصر لم يكن بذلك الصورة، لكن في النهاية الدولة الألمانية سعد الغني الأستاذ نبيل عنده أنا أقول لك إلا ألمانيا بعد مباراة النصر والهلال، صراحة الحكم كان بصراحة اعتبره فضيحة ذاك الحكم يعني بصراحة. اي مباراة النصر والهلال؟ اي مباراة؟ المباراة الأخيرة اللي في الدوري اللي شفت كيف الأخطاء البشعة اللي كانت، يعني لو كانت حكم درجة ثانية عندنا اعتقد بيقودها بأفضل ما قاد الحكم الألماني اللي بعدها بمرحلة أيضا أعطونا مثلا ما شاء الله صورة ثانية لأخطاء، عندما احتسب هدف ما أدري كيف احتسبه، يمكن الأخ عبد الغني زميلي اللي يمسي عليه يعني نسيت أنا أسلم عليه في البداية، أنه يعني يمكن شاف الهدف الحقيقي اللي احتسبه في الدوري الألماني أيضا كان يمكن أبشع أو أفدح فضاعة يعني من الخطأ اللي ارتكبه عندما ارتكب حارس النصر خطأ برا منطقة 18. سيد عبد الغني، أنا زي ما قلت يعني إنه اختيار حكم إيطالي أعتقد إنه تتويج، لأنه هذه المباراة يعني تعتبر يعني هي قمة المرحلة أو قمة الدوري الموسم بصفة عامة. خليل جلال، بالنسبة لاختيار حكم خليل جلال، أعتقد اختيار موفق. خليل جلال الآن هو أفضل حكم تقريبا على الساحة السعودية يعني خلال الثلاثة والأربع سنوات الماضية. هي المباراة أكيد إنه حساسة جدا، أنا أقولها لك بأمانة يعني لا يعني إدارة الرائد وجماهيره حتى لو انه مثلا هبط التعاون بالنسبه لهم يعني يعتبر حتى على المستوى الجماهيري يتمنوا انهم يكون هم السبب في هبوط التعاون، حتى لو كان مثلا هو بيضر بالكره. يتمنوا استاذ عبد الغني؟ اكيد يعني انت عارف التنافس الديربي يعني بيكون يعني دائما كل فريق يحب انه يسجل في التاريخ انه انا تسببت في هبوطك او تسببت في بقائك، اكيد هذا الشيء، لذلك حتكون مباراه قويه جدا. اعتقد انه اختيار موفق جدا انه وجود الحكم خليل جلال من افضل الحكام المتواجدين. انا يمكن اختلف مع ابو نور على حكايه التصريحات، هو بيقول انه في تشنج، هو قال التشنج من الطرفين. انا بصراحه يعني بامانه بدون بكل حياديه، انا ما الموسم هذا من يعني نادرا جدا انا شفت اي مسؤول اهلاوي سواء على الصعيد الاداره او سواء على رئيس النادي الامير فهد بن خالد او نائب الرئيس المهندس خالد عبد الغفار، لم نجد اي تصريحات. التصريحات تقريبا كانت كلها من رئيس نادي الشباب السيد خالد البلطان، تقريبا هي يعني الشراره كانت بدات من مباراه الاهلي والشباب في الدور الاول، وكان حكم اجنبي، ومع ذلك انه هي بدايه انه اتهام يعني انه الحكم كان مساند للاهلي. ابو هتان تعتقد انه خالد البلطان هو 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 صاحب البدء في التصريحات وليس والله الأحلي. انا اعتقد من الحدث في العام الماضي قضيه عبد العزيز السعران هي القت بظلالها هذا الموسم اللي حصل، لكن انا نتكلم عن الموسم هذا استاذ عبد الغني، احنا نتكلم عن الموسم هذا يعني انا 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 اؤكد لك، وحتى لو تداخل اي شخص انه ما انا بالنسبه لي انا ما شفت اي تصريح اهلاوي كان فيه اي اساءه تقريبا، حتى البعض اللي استند لتصريح
الكابتن طارق كيال، انا اعتبره انه يعني لما قال انه المباراه هي الثالثه هي الاسهل، هذه وجهه نظر فنيه، يعني ما لا اعتقد انه بيقلل من نادي الشباب او شيء، بدليل انه حتى ايضا تصريح رئيس نادي الشباب خالد البلطان يمكن قال قبل المباراه هذه القادمه فتره، قال اتمنى انه نحسم الدوري قبل مباراه الاهلي في جده، يمكن هو عارف انه صعوبه المباراه، عارف انه قوه جماهير الاهلي، في النهايه احنا نتمنى انه يكون في لغه هاديه، التنافس داخل ارضيه الملعب، يعني نتمنى انه يكون في بصراحه الناديين كبار، ناديين يعني يظلوا انه العلاقه تاريخيه بينهم زي كل الانديه السعوديه، التنافس داخل الملعب، التصريحات والتلميحات، حتى الاستفزاز اللي حصل في حكايه المنشطات، الاستفزاز ايضا اللي حدث اليوم في حكايه التذاكر، حتى لو كان ليش ما يكون من حق نادي الشباب؟ طيب لا انا اول مره يحدث في تاريخ الانديه انا اسمع انه نادي يطالب لجنه منشطات انها تجي تحضر مباراه، انا بامانه يعني انا بس هذا مو حق مشروط الرياضي ابو هتان، مو حق لا 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 هذا مو حق مشروط، اي نادي ما هو من حقه، لانك انت تختار انك انا ابغى المباراه هذه اجيب لجنه منشطات، يبقى هذه ما تصير لجنه منشطات، احنا خليها لجنه ما يطلبه الانديه، لجنه المنشطات هي تعمل على مدار العام، واعتقد انه الاهلي مشارك اسيويا وهناك في لجنه منشطات اسيويه شغاله. جميل. استاذ نبيل عندك اول شيء، انا لما تكلمت عن ردود الفعل لا اقصد انه انا قلت لك في البدايه انه بدات ردود الفعل بعد المباراه الشهيره، المباراه اللي حصل فيها، لكن انا زي ما قال اخوي عبد الغني قبل شوي انه مو من حق يعني الانديه تطلب، ولكن انا اعتقد انه ما في اي شيء لما يطلع مثل رئيس النادي الشباب الاستاذ خالد بلطان يطالب، اعتقد ما في اي استفزاز، يعني ربما لو كان في اي شيء حتكون للنادي للشباب او على نادي الاهلي في نفس الوقت، لذلك انا ما اعتقد في اي شيء، لكن اللي انا ابغى اعلق عليه اللي هي مباراه الرائد والتعاون كان في الدور الاول لو لاحظنا انه كان في حكم غير سعودي للمباراه، انا اعتقد ان هذه المباراه كانت اكثر يعني يمكن كان اولى يعني كان هو المفروض انه يكون فيها اول شيء، يعني ما في احد يعني يشك انه خليل جلال من افضل الحكام على المستوى مو السعودي بس فقط، يمكن على مستوى القاره الاسيويه، وشفنا احنا يمكن في المونديال الاخير، لكن مباراة بالذات هذه خصوصا انه الان يعني انت تعرف انها مباراة تعتبر ثأرية لنادي الرائد بالذات، لانه تعرف ان حصول فريقين مثلا قبل اكثر من حوالي 4 مواسم ساهم التعاون في هبوط نادي الرائد الى الدوري الدرجة الثانية وصار لها لغط شديد يعني ردود فعل كثيرة، الان المباراة هذه الان ايضا فيها حساسية انه ربما تؤدي الى هبوط فريق التعاون للدوري الدرجة الاولى، فلذلك انا ارى انه كان من الافضل للاتحاد السعودي انه كلف طاقم تحكيم غير سعودي، خصوصا انه نجح الحكم البحريني بصراحه في المباراه السابقه اللي في الدور الاول كسبها الفريق الرائد بهدفين، نجح يعني حتى ظهر الحكم جميل. من كلا الطرفين يعني مقتنع بقرارات جميل. بشكل سريع، اداره نادي الهلال انشات اداره المسؤوليه الاجتماعيه كاول نادي سعودي وعربي، الهلاليين للامانه يعني عودونا على انهم يعني مولين الشأن الاجتماعي بشكل كبير، وهذا يحسب لإدارة نادي الهلال. شوف للأمانة يمكن رئيس نادي الهلال أول ما يمكن في أنا أذكر إنه في أول مؤتمر صحفي بعد يعني ترأس النادي الهلال في أول مؤتمر صحفي كان يسعى إلى تفعيل الدور الاجتماعي في النادي، وبالفعل يعني لاحظنا الآن من خلال إنه خصص جزء من داخل مباريات الهلال اللي على ملعبه اللي تكون ذا للجمعيات الخيرية، وصراحة كان يقدم مبالغ كبيرة تصل إلى حدود المليون ريال سنويا يعني من بدأ، وهذه أنا أعتبرها خطوة جيدة. اليوم بعد تفعيل مباشرة كان يعني الشيء الجميل إنه بعد تفعيل هذه الإدارة كان في أيضا زيارة لمرضى مستشفى النقاش شفاهم الله إن شاء الله، إنه كان في زيارة اليوم أحدثت نوع من الحقيقة، كان في حركة في النادي وكان في قبول كثير من هذه البادرة المقدمة من النادي الهلال، أتمنى أنا من جميع الأندية أن تفعل هذا الدور بالفعل، لأنه الدور الاجتماعي جميل. بصراحة خصوصا تعرف أنت قطاع الشباب الآن يمثل شريحة كبيرة من المجتمع، فلذلك يعني أنا أعتقد أنه تفعيل الدور الاجتماعي يعني واجب على كل الأندية، وهذه يعني أنا يعني تحسب للأمير عبد الرحمن بن سعد أنه بدأ يفعله من بدايته، وأنا أشوف في أكثر من نادي بالفعل يفعل هذا الدور. أبو هتان تعليق سريع على الموضوع. أنا أضم صوتي لصوت أبو نورة، يعني فعلا أنا لو كان في جائزة الأفضل للرئيس نادي مثالي في الأمور تقريبا دائما الخيرية هو الأمير عبد الرحمن بن سعد، تقريبا يمكن أغلب رؤساء الأندية أو أغلب الأندية، لا نقول رؤساء نتكلم على الأندية، ما في أي دور للتفاعل مثلا للجانب الاجتماعي، لا نرى مثلا الأندية تستضيف مثلا المعاقين مثلا يوم مفتوح مع اللاعبين أو حتى تتركهم مساحة أنهم يشاركوا في الأنشطة
الأنشطة، أو حتى يعني بيكون مثلا حتى الأطفال الصم الأيتام، يعني أنا أتمنى أن يكون في تفعيل لهذا الأمر بصراحة. يعني هؤلاء يعني جزء من المجتمع، إذا إحنا ما كنا قريبين منهم أكيد أنهم حيكونوا بعيدين عنا. أنا بصراحة بأمانة الأمير عبد الرحمن مساعد هو الأفضل حاليا في الدور الاجتماعي. جميل.